احنا بنبسط شويه حر في الشارع وارتفاع في درجات الحراره، واول ما ندخل مكان سواء بقى محل في الشارع روحنا البيت هوب على طول اول حاجه نعملها نقف قدام المروحه ونفتح التكييف. ده طبعا مفيش شك نزلات البرد نازله علينا الله ينور، لكن احنا ككبار يمكن بنتحمل شويه، فما بالكم بالاطفال يعملوا ايه؟ كل بقى الامهات والاباء بيحاولوا ان هم يحافظوا على اطفالهم خاصه الاطفال الرضع من تقلبات الطقس عشان طبعا ما يتعرضوش للجفاف والانفلونزا وغيره، خاصه الاطفال كمان اللي مناعتهم ضعيفه واللي بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بهذه الامراض. يا بسنت، يعني كل بقى الامهات اللي لسه جداد وما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده وبالنسبه لهم الموضوع غريب كده ومش فاهمين فيه حاجه، خليكم معانا بقى واجمعوا لنا هنا، لان احنا عندنا النهارده فقره مهمه جدا نتكلم فيها عن ازاي احمي طفلي من تقلبات الطقس وايه خطوره استخدام يمكن التكييفات والمراوح. يمكن دي حاجات احنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا، بنبقى احنا حرانين او بردانين او نفضل نفتح التكييف والمراوح، لكن زي ما شاذ كان لسه بيقول انه ده يمكن حاجه احنا ككبار بنعيا منها ونتعب منها، ما بالكم بقى الاطفال الصغيرين بيحسوا بايه؟ دكتور منورنا النهارده هو عمر الألفي استشاري طب الأطفال والتغذية، هيكلمنا عن خطورة يمكن التقلبات الجوية اللي احنا عايشين فيها، انه شوية برد وشوية حر. صباح الخير على حضرتك، ازيك يا دكتور؟ صباح عامل ايه؟ طبعا برد من التكييف والمروحة، يعني مش برد، مش الجو مش برد ولا حاجة لا سمح الله. دكتور، يعني في البداية عايزين نعرف من حضرتك ازاي اقدر احمي طفلي من التقلبات اللي بتحصل في الأجواء الطقس اللي احنا فيها، يعني ساعات كتيره بتبقى في موجه حر شديده قوي وبعدين الجو يبقى معتدل شويه فاحنا بنعلي بقى التكييف ونوطي التكييف، احمي طفلي ازاي من ده؟ اولا لازم الامهات والاهالي عموما ياخدوا بالهم ان احنا دلوقتي الايرا اللي احنا عايشين فيها جلوبال وورمنج، بمعنى ان فكره السيزون اللي احنا كنا اتربينا عليها ان في حاجه اسمها صيف في حاجه اسمها شتاء دي شبه ابتدت خلاص تختفي. يعني هنلاقي ان احنا في شهر 8 موجه حر جدا وبعديها درجات الحراره تقوم واقعه شويه. لغايه شهر 5 في جو ساقع. الجو فجاه بيقلب في شهر 11. فجاه في اسبوع في شهر 1 حر. التغييرات السريعه اللي بتحصل في الجو دي لازم الام تبقى ويل بريبيرد ان هي اتعامل ازاي ان انا على طول امنتين المناعه بتاعت ولادي. واخد بالي اهم حاجه ان انا ما قومش فرحانه قوي ان الجو اتغير فقوم مغيره في لبسهم وغير في التكييف وغير في المروحه، ده بيعمل شق في جسمهم فبيخليهم مور لايبل او عرضه اكتر ان يحصل لهم ادوار برد كتير. بمعنى دلوقتي عندنا موجه حر جامده جدا، اكبر غلطه ببقى قاعد حر جدا زي ما سمعت الانترو وانتوا بتحكوا الجو حر جدا، اخش البيت اول حاجه الام بتعملها تقوم ماسكه ريموت التكييف وفاتحاه والعيال لسه اصلا عماله تشر عرق، بس اي جه على طول راح زار الدكتور. دخلت محل ودخلتهم وفرحت قوي ان هم راحوا جري ووقفوا قدام المروحه، هوب عيد لبست دور على طول. والعكس الجو اول ما يبقى ساعات كويس بنفضل منتيننج التكييف والمروحه برده في البيت بدرجه حراره واطيه جدا، فيبقى جسمهم يتعرض لشق ساعه زياده. لازم الام تاخد بالها وتمانج اكوردنج لتغيير الجو اللي ساعات بأصبح انه ديلي مش بس في سيزن. طيب هل الميه بتفرق؟ يعني مثلا في الشتاء يقول لك وانت نازل من البيت اشرب بق ميه قبل ما تنزل في البرد، هل على العكس بقى وانا طالع من الحر واول ما ادخل البيت اشرب بق ميه واستنى شويه وبعدين اشغل مروحه والتكييف؟ الميه عامه لازم تبقى باخدها على اليوم بتاعي كامل. الميه من اهم خمس حاجات لازم يبقوا في يوم. بس هو كده كده لو رضيع لسه بقى قبل ست شهور مش هتديله ميه، فاهم؟ مامته بقى. احنا بنقسم الاطفال تو كاتيجوريز، طفل اقل من سنه والطفل اللي فوق سنه. طفل اقل من سنه النصايح اللي بقولها للام. اللي هتعمليه لنفسك ده هيمنتين الهيلث بتاعتك ويمنتين الهيلث بتاعت البيبي بتاعك. سواء كان حمل او سواء الطفل عنده سنه. فوق سن السنه النصائح اللي بنقولها دي بتكون للطفل. اتليست الطفل فوق سن السنه يكون بيشرب كوبايتين ميه في اليوم، فوق سن الاربع سنين يكون بيشرب اربع كوبايات ميه في اليوم، وكل سنتين بتزود كوبايه. ده لازم. عارف يا دكتور في بعض الامهات او بعض الناس عامه تقول ايه، انا مش عايزه ابني يبقى حساس للجو، انا هسيبه يلبس عادي واخفف له في الملابس شويه واقعده في التكييف عشان ياخد مناعه.
انا بحب الامهات دي جدا. ليه بقى؟ لان بيبقوا زباين في العياده. يعني زباين يا بابا مبسوط بيها يعني مش هنكر على طول دي الام اللي بتبقى زبون منتظم في العياده. الكلام ده غلط يعني. على طول الطفل ما فيش طبعا حاجه اسمها كده. احنا بنشوفهم بره حتى في التلج بيبقوا لابسين كوتس. هي فكره حاجه اكتر من انه الجو ساقع او حر ان الجو منتيند. يعني في نقطه ساعات الاهل ما بيبقوش فاهمينها. لو انت هتمنتين جو ساقع طول الوقت لابنك ما عنديش مشكله. بس انت بتعرضيه لشوك. ازاي؟ هو هيخش وراكي المطبخ. المطبخ ما فيهوش تكييف. هيتعرض لدرجه حراره عاليه. بعد كده هيخش الاوضه. انت عامله التكييف على 17. بعد كده هيطلع بره يخش الحمام. درجه الحراره حر. هينزل يلعب في الشارع لو كبير بالزبط. شويه. الشوك ده اكتر حاجه بتعيط الطفل. احنا دايما الام تقول لي ما هو بره بص ده عايشين ازاي العيال بره وعايشين في التلج. هو مينتيننج البادي تمبرتشر بتاعته ثابته فتعود عليها. احنا بنعرض ولادنا لشوك ودي اوحش حاجه ودي اللي بنشوفها في الجو. اسبوع حر واسبوع ساقع ده اللي يعيي الطفل. لو الشهر كله ساقع الطفل ما يعياش، الشهر كله حر الطفل ما يعياش. الشوك ده هي اللي بتتعب جسم الطفل. طيب هل ياخد دش مثلا وهو راجع من بره والجو حر وبيشر عرق وعلى اخره ياخد دش مثلا؟ لازم نغير ناخد دش نلبس هدوم ناشفه كويسه وعلى التكييف على طول نمنتين 10 دقائق كده وجسمنا يهدى ونفتح التكييف جراديولي. يعني لازم درجه حراره التكييف واحنا بندفعها 24 25 ممكن بعد ساعه ساعتين لو انت حاسه ان التمبرتشر دي مش مناسبه انزلها بدرجه ودرجتين بحيث جسمه وكذلك المروحه برضه بالظبط وما اقفش قدام المروحه ما تبقاش دايركتد على الطفل. ولازم اهتم اكتر ان انا شويه نصايح كده بنقولها للامهات ازاي ترفعي من مناعه الطفل. بالظبط ازاي بقى؟ بصي بقى انا بقول لها حتى دايما خطه كده وكلمنا عن الطفل اللي اقل من سنه والطفل اللي اكتر من سنه. احنا الطفل هقول لها بصي لو انت جايه لي بطفل اقل من سنه اللي هقوله لك ده انت هتعمليه. لو جاي لي بطفل اكبر من سنه اللي اقوله لك ده تعمليه انت لنفسك انت كمان وتعمليه للطفل. حتى بقول لها بديها كده مثال عشان ايه تخش على جوزها بيه تقنعه. تقول له بص احنا هنعمل لازم نبقى مع العيال دي المتشرده دي جرينتا. فهو الكلمه دي بص انت ضحكت ازاي؟ الكلمه دي بتلعب عندنا احنا رجاله في حاجه. جرينتا دي اللي هي احنا عندنا كلمة دي كلمه في الكوره كده بس هي معناها ديترمينيشن او المثابره. جرينتا هنحط خطه ان العيال دي نعمل لهم خمس نصايح. ايه الخمس نصايح دول؟ اول حاجه لازم اديله معلقه عسل في اليوم. لازم اديله حاجه ريتش بفيتامين سي. وهدي امثله للحاجات دي. لازم اديله حاجه ريتش بفيتامين دي فيتامين د. لازم اديله حاجه فيها حديد. لازم اشربه ميه في اليوم. خمس نصايح دول. وثلاث حاجات اساسيين. الثلاث وجبات فطار غدا عشاء لازم. الفطار اهتم بيه قوي بالحاجات اللي فيها دهون لانها بتدي طاقه فبتديني طاقه طول اليوم. عشان كده بنحب البيض الصبح. عشان صفار البيض من احلى الحاجات اللي بتدي فاتس وانرجي. اللانش لازم يبقى فيه كربوهيدرات يعني النشويات والحاجات اللي هي الكرب اللي احنا بنسميها الكرب لان دي بتدي له انرجي انه يقدر يكمل الفانكشنز بتاعت يومه ويبقى اكتف. وبروتين لان ده اكتر وقت جسمه هيبني فيه ويكبر. بالليل اخد حاجه تبقى خفيفه عشان يعرف ينام ديب سليب لان النوم مهم جدا. حاجتين ساعتين يعني خمس نصايح ثلاث حاجات نصيحتين. النصيحتين الاخرانيين دول ان التلفزيون والموبايل والسوشيال ميديا وكل الحاجات اللي احنا بنهلك فيها عنا تبقى ساعتين في اليوم. طب نبعد عن ايه مثلا في العشاء عشان يقدر ينام نوم كويس؟ نبعد عن ايه؟ هي دي فعلا دي اخر نصيحه فيهم. زيرو سويتس بالليل. عامة السكريات بتدي انرجي بتدي سوري بيبقى مهايبر كده شويه. هايبر بتزود الثروت بتزود ادوار الحلق الرعايه بتاعت الحلق لان السكريات ساعات بتكون هنا غذاء للبكتيريا الحميده فتتحول عندي ان تعمل لي امراض. فده غلط جدا يعني اقول لها بصي خلاص ابنك بياكل حلويات وانت بتدي له حاجات فيها سويتس اوعي الساعتين اللي قبل النوم. ممنوع. يا ريت لو جدعه ان يبقى اتليست مره مرتين في الاسبوع ماكسيمم
بس خلاص اديتيله يبقى مش قبل النوم خالص، زيرو سويتس قبل النوم لازم. طب انا دلوقتي الام بتيجي تقول لي طب انا عايز اعمل له الاكل يبقى حلو، ايه اللي هديه له فيه فيتامين سي؟ كيوي ممتاز، فراوله ممتازه، برتقان ممتاز، ده فيتامين سي. طب عايز اديله حاجه فيها فيتامين دي، البيض اساسي، والحاجات منتجات الاسماك ممتازه. عايز اديله حديد، لازم في الاسبوع مرتين لثلاثه لحمه حمراء، ومره كل 10 ايام كبده، ده اساسي عشان الحديد. سبانخ، الجرجير، لازم كل يوم ياكل خضار. الفلفل الملون والسبانخ والخضروات الخضراء ممتازه في الحديد، بس مش كافيه بدون اللحوم والكبده. طيب الامهات في خلال فتره الحمل بيبقوا حرانين جدا جدا، فبتعودوا على التكييف. اول ما بيخلفوا بيفضلوا، بالذات لو الجو حر، بيفضلوا فاتحين التكييف ده في وقت النوم. طبعا. هل ده غلط على الرضيع اللي لسه مولود التكييف في وقت النوم؟ لو هعمله بالطريقه الصح مش غلط خالص. ايه الطريقه الصح بقى؟ اولا ما ينفعش نبقى لسه زي ما اتفقنا داخلين البيت ونفتح التكييف على درجه حراره قليله جدا، ما ينفعش. لازم ابتدي اغير هدومه، البسه حاجه ناشفه، وبعد كده لما جسمه يهدى خالص ويبقى مستكين افتح التكييف في الاول خالص على درجه حراره 25. ممكن بعد ساعه او اتنين انزلها ل 24 او 23. لازم يبقى لابس بكم، ولازم يبقى لابس بنطلون. ودايما اقول للام بصي عارفه الفانيلا الكات الحملات بتاعت البيبي دي، اوعي تقلعيها في اي سن. لسن قد ايه؟ من اول ما الطفل يتولد لحد اتليست لما يبقى عنده سنه سنتين. دي ملامسه لي على طول. ممكن يعملوا التكييف مثلا جاف، يعملوه على وضع النوم في، يعني التكييفات بقى فيها هذه الانظمه، فيها اوبشن كتيره حلوه، بس المهم ان ما يبقاش فيه فلكتويشن في التمبرتشر واسع. طيب انت قلت كلام جميل جدا 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 بخصوص الفاكهه وبخصوص العسل والكلام ده. الولاد لما بيلاقوا ان ده اجبار ان هو يوميا هياخد معلقه عسل، بيبتدي ياخد من العسل موقف، على الرغم من انه بيحب الحاجات السكريات 100%. بص انت جيت لاهم حاجه انا عايز اقولها. الطفل عايزه تديله اي حاجه، اوعي تديها له بطريقه انتشنلي. الطفل بطبيعه سبحان الله تطوره، هو الطفل بيتطور ازاي؟ ليه بنقول مثلا الطفل يروح حضانة عشان يتكلم كويس؟ ليه بنقول الطفل انه يقعد مع عيال عشان يعرف يلعب ويمنتين هيز فيزيكال باور؟ الطفل بيتعلم في الاول بالايميتيشن، بالتقليد. لما والطفل بيكره الاوردرز. احنا بطبعنا احنا بنكره الريستريكشنز والاوردرز. لا ده انا الصبح هصحى الصبح، ويا سلام بقى لو النصيحه دي الامهات تعملها بس مش هيعملوها ولا حاجه. تصحى الصبح ومعلقه عسل وتبقى مش مليانه، عشان ساعات بتبقى ايه؟ بتضايقه وهو بيبلح، مسح كده وتاخد هي معلقه الصبح وتدي جوزها كده معلقه الصبح. يا سلام العيال الله، وانا وتلاقي بيشد وبيجري وبتاع، هو بيكمبيت بقى للراجل، والراجل هيبقى مبسوط هو كمان جدا. طب والله انا عارف طفله بتقول انا عارفه انتوا بتاخدوا الموضوع ده قدامي عشان انا اخد، بس انا مش هاخد. دي بنتي على فكره. بص دي مش طفله، دي بنتي. دي الاي كيو بتاعها عالي جدا. دي لازم تعمل ايه بقى معاها؟ تحول بقى طريقه الايميتيشن لطريقه الاقناع. بالاقناع او الجبر بقى في القصه في الحاله دي. لا بص العيال دلوقتي الجيل الجديد ده زي ما احنا بنقول دايما هم اللي بيربونا مش احنا اللي بنربيهم. ده حقيقي. ده بقى تعمل معاها ايه؟ هي سنها قد ايه؟ 8 سنين. حلو جدا. قعدتها جنبك وقول لها بص احنا هنعمل، هنجرب حاجه، هنجوجل ايه فايده العسل الصبح. لو طلع انه مفيد احنا الاثنين ناخده، لو طلع انه مش مفيد زي ما انا مقتنع انه اقنعها عن طريق الكلام. يمكن الدكتور اللي سمعته بيقول كده هو اللي مش فاهم، هو اللي بيقوله كده كلام شو خلاص. تعالي ليتس دو ريسيرش اباوت الكلام ده. هم في جوجل رود اكتر من صحيح. صح حقيقي. دي انا بقول لأمي كده بصي انت الموبايل والانترنت والسوشيال ميديا بقوا ميزه وعيب قوي وسلاح قوي قوي في عصرنا، استفيدي بيهم لان احنا لابسينهم. انا عاجبني قوي اللي حضرتك بتقوله يا دكتور بجد، يعني بنشكرك على وجودك معانا دكتور عمر الالفي استشاري طب الاطفال والتغذيه، كل الشكر ليك. واتمنى ان كل الامهات الجداد اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي او اللي عندهم اطفال صغيرين يكونوا استفادوا من الفقره. بنشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. ميرسي يا حمد.